السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على الحيوان الذي ينافس الزرافة على الطعام. ما الحيوان الذي ينافس الزرافة على الطعام؟ المنافسة على الطعام والماء هي إحدى خصائص الحيوانات في نظامها الغذائي. والمنافسة إما للحيوانات من نفس النوع مثل الأسماك التي تتنافس في الماء للحصول على الغذاء أو على الحيوانات. وفي هذا الفيديو سنتعرف على اسم الحيوان الذي ينافس الزرافات على الطعام. تعتبر الزرافة من الحيوانات التي لها شكل مميز، ولها جسم طويل ورقبة طويلة، وهذه الأعناق الطويلة تساعد الزرافات على أكل الفاكهة والأوراق والزهور أكثر من الحيوانات الأخرى غير النباتات، فلا يصلها العلف. لذلك لا يوجد منافسين على الزرافة باستثناء الحمار الوحشي الذي ينافسها على الطعام. والمنافسة أكثر حدة بين الزرافات الصغيرة والحمير الوحشية، لأن الزرافات الصغيرة ليس لديها رقبة طويلة مثل رقبة الزرافات البالغة، لذا فإن طولها مماثل لطول الحمار الوحشي، وهذا هو سبب تنافسها على نفس النباتات. فيما يلي سوف نتعرف على بعض المعلومات والحقائق حول الزرافات. تعتبر الزرافة أكبر حيوان ثديي على وجه الأرض، وطولها ليس فقط بسبب رقبتها الطويلة، ولكن أيضا الزرافات لها أرجل طويلة يصل طولها إلى حوالي 6 أقدام. يمكن أن تعدو الزرافة بسرعة 35 ميلا في الساعة، ولكن لمسافات قصيرة. لا تحتاج الزرافات إلى شرب الكثير من الماء، فهي تشرب الماء مرة واحدة فقط كل بضعة أيام، لأنهم يحصلون على الماء الذي يحتاجونه من النباتات التي يأكلونها. تقضي الزرافة معظم حياتها واقفة وتلد وتنام. وفي خلال النهار، لا تنام الزرافة أكثر من 5 إلى 30 دقيقة، ومن المرجح أن تنام بقيلولة سريعة لا تزيد عن دقيقتين. يصعب على الزرافة شرب الماء، ويصعبه عليها رقبتها الطويلة، فتقوم الزرافة بتقويم رجليها الأماميتين أو تنحني لشرب الماء، وهذا ما يجعلها فريسة لكثير من الحيوانات. هذه كانت أهم الحقائق عن الزرافات. وفيما يلي سوف نتعرف على أهم الحقائق والمعلومات حول الحمار الوحشي. يمكن للحمار الوحشي الركض بسرعة تصل إلى 65 كيلومتر في الساعة. يساعد اللون المخطط الحمار الوحشي في التمويه، حيث يتيح لونه المخطط باللونين الأسود والأبيض الهروب من العديد من الحيوانات المفترسة، وأبرزها الأسد الذي يشتهر بعمل ألوان، لأن الأسد يرى كل شيء بالأبيض والأسود. يمكن للحمار الوحشي حديث الولادة الوقوف بعد 6 دقائق من الولادة، ويمكنه المشي بعد 20 دقيقة، وبعد 40 دقيقة فقط يمكنه الركض. للحمار الوحشي مفاصل مقفلة تسمح له بالنوم في وضع مستقيم دون خوف من السقوط. يمكن للحمار الوحشي التمييز بين جميع الألوان باستثناء اللون البرتقالي. هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك ليصلك كل جديد.